معنا عبر الهاتف رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن عادل الحسني، مساء الخير. إذن من التواجد إلى التجول داخل المحافظة إلى اقتحام منزل الشيخ علي سالم الحريزي، كيف نفهم تنامي أو تصاعد سلوك القوات الأجنبية في المهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم جميعا. أولا هذا يؤكد كل ما قيل من قبل وتم نفيه من قبل أدوات التحالف أنه لا يوجد قوات أجنبية ولا أمريكية ولا بريطانية. اليوم يخرجوا بأنفسهم لمداهمة منزل يعلموا أن الشيخ علي سالم الحريزي لا يتواجد فيه ولا حراسته إلا لما تجرأوا على ذلك. فبالتالي هنا خطوة جريئة من هذه القوات أن تعلن وجودها في محافظة المهرة التي لا يوجد فيها أي مبرر للتواجد، لا توجد جماعة الحوثي الذي زعموا أنهم جاءوا من أجل قتالها، ولا توجد فيها جماعات إرهابية متطرفة. فالكل يعرف أن المهرة نأت بنفسها عن كل الصراعات طوال كل المراحل. تواجدهم لا يفسر إلا تحت عنوان واحد وهو احتلال مكتمل الأركان. طيب ما هي الرسالة من هذا التصعيد بالذات، من هذا الاقتحام تحديدا؟ يوصلوا رسالة لكل الأحرار أن من يعترض طريقنا سيكون مصيره إما القتل أو الأسر أو المداهمة، وإنهم ماضون في تنفيذ مخططاتهم وأطماعهم. وبالتالي السبب الأخير باعتقادي هو ميناء قشم الذي أبدى الشيخ علي سالم الحريزي وأحرار المهرة اعتراضهم على أن تنفذ أي مشاريع وأجندة تابعة لهذه الدول لهذه المحافظة، وأنهم لن يسمحوا بتكرار ما جرى في احتلال منشأة بلحاف ومطار الريان وأماكن أخرى. فبالتالي هذا أقاض مضاجعهم بقوم وخرجوا بهذه المسطحات والمدرعات ليوصلوا رسالة للشيخ علي سالم الحريزي أو من يفكر في اعتراضهم. ولكن باعتقادي أن النتيجة كانت عكسية، فلبى أبناء المهرة وقبائل المهرة وكل الأحرار نداء الحريزي، وبدل أن يصنعوا حريزي صنعوا مليون حريزي. هذا الاستفزاز غير المسبوق، كيف ستكون تداعياته على المجتمع المهري بطريقة أخرى؟ ما هي خيارات أبناء المهرة لمواجهة استفزازات القوات الأجنبية؟ أبناء المهرة لم يعتدوا على أحد، ولم يداهموا أحد، ولم يحتلوا أرض أحد، ولم يذهبوا إلى أحد، لكن من جاءهم إلى بلادهم واستفزهم، من أراد أن يحتل مطارهم، ومن أراد أن يقتحم بيوتهم وقرابتهم. فبالتالي الخيارات كلها مفتوحة أمام أبناء المهرة، هو الدساتير الشرعية والقانونية والدولية والإنسانية والبشرية تكفل لهم حق الدفاع عنه. نعم، رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن عادل الحسني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.